إياك أن تكوني عدت خوية اليدين. لم أستطع أخذه يا سيدي. ماذا يعني الطفل يا جوليا؟ الطفل يعني البذرة، الطفل يعني المستقبل، الطفل يعني جذور الشجرة الخضراء. سنقتلع تلك الجذور ونأخذها قبل أن تكبر. سنأخذ أحلام عثمان ومستقبله. سيمتلئ غدا هذا المكان بأطفال التركمان. في سوغوت يوجد أطفال يتعلمون، جاءوا من قبيلة الكاي، وأنت ستختطفينهم، ورجالي أنا سيختطفون أطفال القبائل الأخرى. أريد فعل ما يؤلم الأتراك. هذا سيؤلمهم كثيرا، كوني واثقة جوليا. بالا، ارتاحي قليلا، سأبقى إلى جانبها. لن أذهب قبل أن تفتح عينيها. إن لم تفكري بنفسك فكري بطفلك. يجب أن ترتاحي، هيا. ماذا أقول لبوران الآن؟ يوجد أمر ما، سنرى ما الذي حدث يا أخي. بالا، ما هذه الحالة؟ من الذي فعل بك هذا؟ أخي، من فعل هذا؟ غونجا، غونجا، أورهان، أين أورهان؟ هيا قولوا شيئا. أورهان بخير. سيدي، تعرضنا لهجوم، تسللوا للقبيلة لأخذ الأمانة ولم ينجحوا، لكن لدينا شهداء والسيدة كونجا مصابة. كونجا، غونجا، أختي، ما الذي فعلوه بك؟
سأجعلهم يدفعون الثمن، أقسم لك سأجعلهم يعانون أضعاف ما عانيته من الألم. من أجل كل قطرة دم أسألها منك سأدفنهم في القبور واحدا واحدا. بوران، هل أتيت؟ أتيت يا وردتي. لكن تأخرت، لم أستطع أن أحميك، لم أجعل روحي ساتراً أمامك. ليت السيف الذي أصابك جرح قلبي يا جونجا. كفى 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 جونجا، اهدأ، لا تتكلمي، ستكونين بخير، أنت قوية، اهدأ. أنت أتيت، رأيتك والحمد لله. انظري إلي، قفي على قدميك وأعدك أنني لن أفارقك مجددا. لن يمضي يوم دون أن تريني فيه يا جونجا، أعدك، أقسم لك. وجوههم مغطاة وأعينهم كالشياطين. بني دخلوا إلى خيمة السيادة وكانت بينهم امرأة. دافعنا عن أنفسنا لكن لم نستطع حماية جونجا. لم أستطع حماية أختي، هي حمت ابننا أورهان وحمتني وأنا خذلتها. جونجا سيدة قوية، ستشفى بإذن الله يا بالا، ستكون بخير. قفي بثبات، سنتجاوز الأمر معا. يا أولاد هيا كلوا، تعالوا خذوا. مهلا مهلا، يوجد للجميع، تناولها إنها لذيذة. هيا كلوا،